اتحاد الكوره، اتحاد الكوره حكايته حكايه الحقيقه، حكايه زي ما حضراتكم عارفين. خلال من حوالي شهر تقريبا اجتمعت الجمعيه العموميه وبعتت بعض التعديلات للاتحاد الدولي لكره القدم. النهارده رجع جواب او جه جواب من الاتحاد الدولي لكره القدم برفض كل المقترحات، وان الانتخابات ستقام في شهر واحد القادم، شهر يناير القادم، بنهايه عمل اللجنه الثلاثيه. بعض الانديه في الجمعيه العموميه بعتت قالت انا عايز اقتراحات معينه تتغير، وبعض البنود تتغير في اللائحه وكذا وكذا وكذا، ولكن اتحاد كره القدم الاتحاد الدولي لكره القدم النهارده رد على اعضاء الجمعيه العموميه وقال لهم ان الانتخابات في شهر واحد القادم بعد الانتخابات ما كانت هتتعمل اليومين اللي جايين دول، لا يوجد اي تعديل بناء على الاتحاد الدولي لكره القدم. اتحاد كره القدم قال كمان ان الفيفا رد على التعديلات اللي طلبتها بند بند بالتفصيل، ولكن الحقيقه برضو ودي حاجه غريبه ان اتحاد كره القدم لم يعلن ماذا قال الفيفا عن البنود ولماذا رفض هذه البنود، على الرغم من ان هو قايل ان اتحاد كره القدم الاتحاد الدولي لكره القدم رد على بند بند، ولكن ما اعلنش ايه هي الردود اللي قالها الاتحاد الدولي لكرة القدم. أتمنى أن ده يحصل عشان المصداقية، عشان الناس بس كلها تشوف وتقرأ، وعشان الجمعية العمومية. الجمعية العمومية هي من تدير وليس هي اللي جابت، طبعا أي مجلس إدارة منتخب بيجي من الجمعية العمومية، فالجمعية العمومية دي من حقها أن هي تدير، من حقها أن هي تعرف. على فكرة ممكن يقروا الكلام ده كله، لماذا رفضت بعض التعديلات، يقروها ويقتنعوا بالكلام بما أنه جاي من الاتحاد الدولي. وأعتقد أنه لازم يبقى كلام محدش شافه، محدش شاف هو الاتحاد الدولي قال إيه. الاتحاد الدولي قال إيه؟ الاتحاد الدولي قال أن هذا الأمر محفوف بالمخاطر، أن أنا أعدل في التوقيت الحالي، وقالوا اعملوا الانتخابات على اللائحة اللي حطتها اللجنة الخماسية اللي كانت موجودة برئاسة الأستاذ عمرو الجناين، لكن مش هيعمل تعديلات دلوقتي. هو ده اللي هيحصل، وهو ده أصبح الأمر الواقع اللي هنمشي بيه خلال الفترة القادمة. على الجانب الآخر، بكرة اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بحضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية لمناقشة طلبات إحاطة حول مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم. أكدت بعض المصادر حسب المنشور على جريدة اليوم السابع الحقيقة أن ما يقرب من 27 نائب تقدموا بطلب إحاطة ضد مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لقيامهم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري والتي بلغت 16.6 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقوموا بمطالبة الاتحاد الإفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال. اتحاد كرة القدم رايح على فين؟ محدش لسه عارف إيه اللي هيحصل، لأنه في كلام كتير جدا جدا في هذا الأمر. وأعتقد طالما الأمر هيصل إلى القضاء هنخلي القضاء دايما هو اللي بيتكلم في هذه الأمور، وهم اللي يفصلوا ويقولوا لنا إيه الصح وإيه الغلط في هذه الأمور.